عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. باش نعمل دبلة، فما شكون يسماها ودن القاضي، وفما شكون يسماها الخشخاش. باش نوريكم المقادير، اخذت لنا شوية زيت، خمسة عظمات، وفرينة نحط شوية ملح، وخمسة مية جرام فرينة. اشتركوا في قناة ماما. خلطت المقادير متاعي كل ما بعضها، وعجنت بالباهي بالباهي، وبعد زدت شوية زهر في المقادير. ما وريتكمش اللي اني يعني باش نحط الزهر، اما بعد زدت الزهر، قلت خليني نقول لكم باش حتى انتوما تحطوا زادة. بعد ما عجنت العجينة متاعي بالباهي بالباهي، خليتها ترتاح، غطيتها ببلاستيك وخليتها ترتاح. وفي الأثناء مشينا نحضره في العسل متاعنا، باش ديريكت دم ما يرتاح العجين نلقاو السكر متاعنا أحضر. حطينا زوز صحفات كيما هذه كيما تشوفها، وزوز كيسان ماء، نشعلوا عليه الغاز. بعدك تبقى تخلط فيه، تخلط لين يذوب السكر بالباهي، بعد تغطيه وتخليه يحمر، مش يحمر، يدوب اللي يغلي هيك شوية، يبدأ يعطي اللون متاع هيك يصفار شوية، يبدأ دوب ليش يعني دوب يتبدل اللون متاعه. وبعد حطينا له شطر كعبة قارص وخليناه يزيد يغلي هيك شوية، دوب اللي يبدأ يتبدل اللون متاعه، يعني يزيد يحمر، يصفار مش يحمر، دوب اللي يصفار شوية أخرى. ذاك راهو سي احضر يعني بالعين، كل شيء بالعين. احنا مش فما اللي يقيس بدرجة الحرارة، احنا لا، احنا نعملو كل شيء بالعين ويطلع لنا ديما سافا مريقل. وبالطبيعة ديما جربوا شوية على حطها على الرخامة ولا حاجة قبل ما تستعملوا ديريكت على الحلو متاعكم. وتو ناخذ العجين متاعنا نحلوه شوية هكا، نعملوه كيل بتويل يعني عاتي بالطول شوية، وبعد نقصوهم وحيدة صغار، ونبدأ نخدمه بالماكينة، يعني كل واحدة نعملها بالماكينة، نجودها تولي نعودها قداش من مرة، يعني بالماكينة نعودها مرتين، في الأول نعملها في الخشينة، بعدك نجوده شوية، بعدك نجوده للحجم اللي حاجتنا به احنا، السمك اللي حاجتنا به احنا. وتكون السبتة تكون عريضة شوية، العرض هذاك هو احنا باش نقسموه على ثلاثة، وش نعملو بالطول يعني على حسب الطول متاعنا الكل كيف كيف، يعني باش نقص الأجناب متاع السبتة منا ومنا، تتشوفون بعد في الفيديو كيفاش باش نقصها، باش تبدالي السبتات الكل فرد طول، وبعدها نقصهم على ثلاثة زادة، السبتة هي نفسها نقصها على ثلاثة، باش يبداو كلهم فرد عرض زادة. وهكيك كعبت الدبلة متاعنا كل يكونوا فرد طول، فرد عرض، فرد كل شيء، يكونوا بريسك كيف كيف، هما مش باش يكونوا مسطرة، اما باش يكونوا بريسك كيف كيف. وهذا المسبتات نتاعنا كيفاش باش يكونوا، وناخذوا الاطراف نتاعهم باش ندهنوهم بالعظم، ابيض العظم، وناخذوا فرشيتة كيما هكا ندور عليها الطرف الاخر، ونبداو ندور وندور هكا بشويه، تبدا تدور يعني جست تقطس، نجم تقول شويه للعجينه لما زالت عجين، باش هكا تطيب لك كلها مريقله وما تتحرق لكش في الوسط هاو. وطريف هذيك علاش قلت لكم احنا ندهنوا الاطراف بالعظم، باش في الاخر تلصق ما تبقاش الكعبه مسيبه.
وهيكيكا هوني في ساعة تحضر دوب ما تكمل يعني تدورها الكل كي صي تيب يعني نقلبها شوية هيك ساعات ونطلعها ديريكت وكهو. ومن الأحسن نعمله بالفرشيتة اللي فيها زوز صوابع كهو، فيها زوز صوابع تكونوا الصوابع متاعها بعد شوية على بعضهم مش برشا، وهيك دور عليها شوية طرطوشة العجين ونعمله بنفس الطريقة هذه بالضبط. سينو اذا كان ما عندكمش الفرشيتة هذيك اللي فيها زوز صوابع كهو تنجموا تاخذوا فرشيتة كيما هذه تنحيوا منها الصوابع الزوز على الجناب، تخليوا كان الزوز صوابع اللي في الوسط وتعملوا بنفس الطريقة هذه. هيك يجيوكم الكعبات كلهم بريسك قد قد، ويكون العرض متاعهم ماهوش عريض برشا ماهوش عاليين يعني، وتكون مستوية. وهذه هي الدبلة متاعنا بعد ما شحرناها وعملنا عليها رشة جلجلان. وتو وصلت بكم لآخر الفيديو، إن شاء الله تكون عجبتكم الروسات وعجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلوا لكم الفيديوهات. وتو نقولكم باي باي.